ماتش، هنبدأ الامتحان. جاهزة؟ اوكي طيب. ماتش apart from A with apart from B. How are you؟ الجزء الثاني الإجابة على السؤال ده هتكون إيه؟ How are you؟ It's 5:40 ولا They are running ولا Yes he does ولا I am fine thank you ولا Yes I do. I فكري. am fine, thank you. I am fine, thank you. برافو عليك يا شمس. Do you get up at 6 o'clock؟ إجابتها هتكون إيه؟ فكري فيهم كده. Do you get up at 6 o'clock? It's 5:40 ولا they are running ولا yes he does ولا yes I do. Yes, I do. ايوه سألت بدو يبقى هجاوب بيس اي دو. What is the time? What's the time? ارد اقول ايه؟ It's 5:40 ولا they are running ولا yes he does. انا هختار من الثلاثة الاولانيين دول، دول خلاص جاوبتهم. هجاوب هنا A or B or C. It's 5. It's 5:40. برافو. What are عادل and Dina doing؟ عادل ودينا بيعملوا ايه؟ اقول they are running ولا yes he does. They are running. They are running. هم بيجروا. تمام. نروح على باقي الامتحان. هنا بيقول لي supply the missing letters. أكمل الحروف الناقصة. الحقيقة مش الحروف الناقصة، هي الكلمة كلها ناقصة وجايب منها حرف واحد بس. يعني هنا جايب لي breakfast. تقدري تقولي لي السبيلينج بتاع breakfast يا شمس ولا هي كلمة طويلة عليك شوية؟ ها؟ مستر ياسر. أيوه. حضرتك معايا؟ معاكي. شمس الدين هو ولد. ولد، معلش أم سوري يا شمس، سوري حبيبي. شمس الدين. ماشي يا شمس الدين. الأسماء المركبة منعوها من شهادة الميلاد يا شمس، ما شاء الله عليك. طيب. يلا يا شمس الدين، اسمك حلو. ها، بريكفاست. نقولها مع بعض. بريكفاست. طيب نكتبها احنا. بريكفاست. بي ار اي اي كي اف اي اس تي، بريكفاست. خلاص؟ قول لي الرقم ده رقم ايه؟ number 70. ده احنا نسينا وكررنا بريكفاست هنا. طيب احنا نعدلها، ثواني كده اعدلها. سيفنتي. تمام. الشاشة ظاهرة بالنسبة لك كده تاني؟ ظهرت تاني؟ شايفها كويس؟ شمس شايف الشاشة؟ يس. تمام. طيب الشعر المجعد بنقول عليه ايه؟ يس. حبيبي الصوت بيوصل متأخر. كيرلي. كيرلي. تمام. سي يو ار ال واي. المدرسة؟ سكول. سكول. تعرف تعمل السبيلنج بتاع سكول؟ تتهجى سكول، تقول الحروف بتاعتها. سبيلنج بتاعها اس اس اس. طيب خلاص مش مشكله. اس سي اتش او او ال. خلاص. Underline the correct words in brackets. هنضع خط تحت الكلمات اللي بين الأقواس. Do you لما أسأل بدو، do you eat ولا do you eats ولا do you has lunch at 3 o'clock؟ أختار إيه؟ على فعل lunch تنفع مع فعل eat وتنفع مع فعل have، لكن بيحكمني في الإجابة هنا التصريف المناسب. ما دام جبت دو يبقى الفعل هيكون ازاي هنا؟
الأولى؟ Yes. Yes. Do you eat lunch at 3 o'clock? يبقى لازم الفعل هنا يكون في الانفينيتيف في المصدر. تمام؟ لو كان جاب لي have كنت اخترت have، لو ما كان شال eat دي وجاب have كنت اخترت have، لكن هو جاب لي has ما تنفعش خالص بعد do. I am listening to music or tennis or lunch. Listening to A. موسيقى. حبيبي. Music. I am listening to music. My dad, بابايا, is ولا has ولا have short black hair. Short black hair يعني شعر اسود قصير. يبقى my dad is ولا has ولا have. عايز اقول لديه عنده. اقول is ولا has ولا have. انهي واحده، الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ الثالثة. Yes. لا. My dad أقول has. ليه بقى؟ إن my dad دي أعوض عنها في الضمائر بهي اللي هو. My dad ده مفرد. والمفرد دايماً وخصوصاً الغائب لازم ياخد التصريف اللي هو has، ما ياخدش have. have ده الفعل في المصدر، have ده يجي مع I، أقول I have أنا عندي، you have أنت عندك، we have إحنا عندنا، they have هم عندهم، يعني بيجي مع I والضمائر الجمع، لكن المفرد الغائب لازم يجي معاه has، أقول my dad has أو he has أو she has أو it has. فهمنا كده يا شمس الدين؟ Yes. Nice to لما أقابلك كده أقول لك كويس إن أنا شفتك، جميل إن أنا أقابلك، أقول إيه؟ Nice to play you ولا nice to speak you ولا nice to meet you؟ Meet. برافو، nice to meet you. Do or does or is عادل play basketball after school؟ عايز أسأل هل عادل بيلعب باسكت بول بعد المدرسة؟ أقول do عادل ولا does عادل ولا is عادل؟ ها؟ أنا عارف إن الأسئلة صعبة شوية بس ها بنحاول. ها؟ قلت does؟ برافو عليك. does عادل، خلاص؟ does بتيجي مع زي ما قلنا المفرد الغائب، دايما تلاقي اللي فيه الفعل اللي فيه s أو إي إس أو أي إي إس دايما هتلاقيه جاي مع المفرد الغائب زي عادل أو هي أو شي أو إت أو أي اسم مفرد، يعني عادل أو منى أو أي اسما كان. There is يوجد one or two or five notebook. notebook الكراسة. There is يوجد إيه؟ one notebook ولا two notebook ولا five notebook؟ سهلة دي شوية يا شمس. ركز. ها؟ ما سمعتش. 5. ازاي 5 يا شمس؟ لما انا بقول لك there is يعني is، يعني is دي بتيجي مع المفرد، وبعدين notebook ما جاش فيها s، يعني برضو كراسه واحده مش notebooks. لو notebooks كانت تبقى جمع كنا نقول 5 براحتنا و2 و100 مش مشكله 100، لكن notebook مفرد يبقى اقول ايه؟ There is one. برافو عليك. There is one notebook. يوجد كراسة واحدة بس. خلاويص. Number seven. My sister is making a. أختي is making a bike ولا a cake ولا a game. بتعمل إيه أختي؟ Cake. هات حتة طيب. Number eight. He walk ولا he plays ولا he walks tennis at 4 o'clock. هي الفعل بعد هي يبقى شكله ازاي؟ walk لسه قايلها لك من شويه ولا plays ولا walks tennis at 4 o'clock؟ تمام؟ التنس game
اس. اه بتاخد اس. ماشي كويس خالص. طيب ايه الفعل المناسب لتنس؟ يعني دلوقتي احنا ووك مش هناخدها خلاص ما فيهاش اس. عندي فعلين فيهم اس، بلايز ووكس. التنس اقول ايه؟ بلايز تنس ولا ووكس تنس؟ بلاي. برافو عليك، هي بلايز تنس ات 4 o'clock. طيب هنا بيقول لك ريد اند مارك ترو اور فولس، هنقرا ونعمل صح وخطا. I have a small family. عارف معناها الجملة دي؟ ترجم. Can you translate؟ أنا عندي عائلة صغيرة. برافو عليك. I live with my mom. I live with my mom. أنا أعيش مع mom. My dad ومع بابا. And my baby sister ومع أختي البيبي الصغيرة الرضيعة. My grandparents. يعني إيه grandparents يا شمس؟ أجدادي. أجدادي، برافو عليك. Live in a different city. يعني بيعيشوا في مدينة إيه؟ مختلفة، مدينة بعيدة. We visit them. يعني إحنا بنزورهم. Every month. كل قد إيه؟ كل شهر. I love my family. يعني I love my family. أنا أحب عائلتي. تمام. يبقى I have a small family. I live with my mom, my dad, and my baby sister. My grandparents live in a different city. We visit them every month. I love my family. شوف الجملة الأولى true or false. صح أم خطأ؟ My family is big. هل الجملة دي true or false؟ False. False، لأن هو قال I have a small family. عيلة صغيرة مش كبيرة. حلو خالص. My grandpa lives in a different city. True or false? True. برافو. I love my baby sister. Yes. We visit my grandparents every week. خلي بالك every week. No month. Month، برافو عليك. أنا بزور أجدادي كل أسبوع، لأ أنا بزورهم أهو قال every month، كل شهر، يبقى فعلاً دي خطأ. طيب هناخد الكاميرا هنا ونحاول نفردها كده تمام، ونطلع من الشير ونرجع تاني علشان الصوره تبقى اوضح كده. اظن الصوره وضحت لان بيبقى في شرط هنا لما بنقل الكاميرا الناحيه الثانيه. هنا بيقول لي look at the pictures and write the missing parts. تمام. هنا هنقول we are. we are a. تعرف تكمل الجملة دي؟ بص في الصورة وانت تعرف. عايز اقول احنا بناكل، نقولها ازاي؟ eat. we are eat. eat بس احط لها ing تبقى we are eating، احنا بناكل. وممكن اقول we are having lunch، احنا بنتناول الغداء. أو we are a small family، إحنا عيلة صغيرة. طيب هنا جايب لك الساعة 2، الساعة عايز أقول إن الساعة دلوقتي 2، تعرف تقول الساعة 2 بالإنجلش؟ إتس إيه؟ يلا شطر فيها بقى وجاوبها. 2 o'clock. إتس 2 o'clock، برافو. هنا عايزين نكاونت ذا pencils وقول لي هنا there are، ها؟ قول لي الرقم. 5 pencils. يبقى هنكتب هنا there are 5 pencils. طيب بص على شعر الست دي كده. she has، عايز نقول شعرها ايه؟ curly. she has، بس بلاش curly curly خدناها قبل كده، خليها شعر طويل. هنقولها ازاي؟ she has a hair.
عايز اقول شعر طويل. ايوه tall long hair. long hair شعر ايه؟ طويل. يعني تنفع كيرلي وتنفع لونج لان الاثنين موجودين اهو. ممكن نقول long curly hair، ممكن نقول الصفتين ورا بعض. she has long curly hair. نقول الطول الاول بعدين صفه الشعر ان هو كيرلي بعدين كلمه hair. she has long curly hair. خلاص. طيب complete the following sentences. grandpa and grandma sit in their grandpa and grandma sit in their ايه؟ قاعدين في ايه بتاعتهم؟ طيب هنسيب السؤال ده ونروح على السؤال اللي بعده والهاند رايتنج. copy the following sentence. good morning عادل how are you؟ صباح الخير يا عادل. how are you؟ كيف حالك؟ الجملة دي تعرف تكتبها لي بخط كويس يا شمس؟ yes. طيب عايز اشوفها في الواجب، عايز اشوف الـ الـ السؤال ده في الواجب على الجروب. انا هجيب لك امتحان احلى من الامتحان ده في كتاب الباهر، لان هو جاب لك من الريدر واحنا ما خدناش ريدر اصلا، ما خدناش قصه. هنا بيقول لك I drink water. عايزك ترقم لي الجملة دي في أي صورة من دول. لو الصورة مش باينة قول لي. في واحد هنا بيعمل بيقول I drink water. أنهي صورة فيهم؟ A B C or D؟ C. C. برافو عليك. It's half past three. It's half past three. A or B or D? D. D. They are eating breakfast. A. B. She wants ice cream. A. A. خلاص ما فيش غيرها. Supply the missing letters. Letters in the following words. ده بيعمل walk. تقدر تقول لي walk ناقصة حرفين. حرف في النص وحرف في الآخر. ها إيه الحرفين؟ ووك يمشي. A K. برافو. A K. 90 ناقصة حرفين. ناي ها آي آي وفي حرف هنا مش بننطق إي. برافو عليك. نست نست عش نست نست. ايه اللي بيتنطق ايه؟ ني حرف الاي نست بعدين س نس يبقى حرف ايه ده؟ الاس اس. طيب 60 كمل الحرفين دول 60 I سكس E ت تي T تمام. الولد ده بيعمل read. read عايزين نرتب الكلمة دي. رتب لي حروف كلمة read يقرأ. هنبدأ بالآر يلا. آر تمام. A E D R E A R E A D ماشي. طيب هنا البنت بتأكل الطيور بتعمل feed. سهلة دي تترتب في منتهى السهولة. feed يلا رتبها لي. F E E D. الله عليك يا شمس. يلا cup شبل cup. هنبدأ بالسي. سي يو بي. هنا بيقول لك underline the correct words in brackets. 7 and 8 are يعني بيقول لك رقم 7 number 7 و number 8 بيكونوا ايه؟ colors
ولا numbers ولا food؟ numbers. numbers. colors يعني ايه طيب؟ colors يعني الوان. وفود؟ أكل. تمام. he is listens ولا listening ولا listened to music؟ عايز انا دلوقتي اصرفها في ال present continuous. عندي he is، ما دام جبت verb to be يبقى لازم الفعل يكون ليه شكل معين بعد verb to be، بعد is. اقول he is listens ولا listening ولا listened؟ listening. listening. برافو عليك، في ing دايما بنقول كده، verb to be ing على طول، اغنيه كده. I play ولا I playing ولا I plays football؟ play. play الاولى، I play football، لان ده present simple. طيب هنا بيقول لي rearrange the following sentences. 20 it's 12. عايز ارتب الساعة دي، اقول it's ايه؟ عايز اقول الساعة 12 و20 دقيقة. it's 12:20. برافو. am I okay؟ عايز اقول انا بخير، اقولها ازاي؟ سهلة اهي. I am okay. I am okay. إن شاء الله دايما. Number six. Look at the pictures and complete with piano, morning, okay. هنختار كلمتين من التلاتة دول. Good إيه؟ Good piano ولا good morning ولا good okay؟ Good. ها؟ صباح الخير. Good morning. Good morning. She is playing the piano ولا okay؟ بتعزف على ايه؟ She is playing the piano. 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 انا بحب اسئلة الباهر بصراحة. Read and mark true or false. It's my grandma's birthday today. ده عيد ميلاد جدتي النهاردة. My family is having a special meal. عاملين وجبة خاصة، a special meal. My cousins are at our house. يعني ولاد عمي أو ولاد خالي عندنا في البيت. I am helping my mom. أنا بساعد مامتي with the food and drink. في تحضير الأكل والمشروبات. My sister wants cake. أختي عايزة كيك. My cousin would like an ice cream. ابن عمي او ابن خالي عايز ايس كريم. نقولها كمان مره من غير ترجمه. It's my grandma's birthday today. My family is having a special meal. My cousins are at our house. I am helping my mom with the food and drink. My sister wants cake. My cousin would like an ice cream. بعدين بيقول لي true or false. انا هقول لك الجمله وانت تقول لي true or false، صح ام خطا. It's my grandma's birthday. True. True. My cousins are at the park. My cousins are at the park. No. تمام. ليه؟ لأن هما كانوا بنقول إيه؟ بنقول my cousins are at our home, at our house. هم قاعدين في بيتنا، يبقى هم مش قاعدين في البارك، مش قاعدين في الحديقة العامة، يبقى فعلا false. Number three بيقول لي my sister wants cake. الجملة دي true. برافو. My cousin would like an ice cream. Yes. تمام. الجملة دي I love my family عايزك تكتبها بخط كويس. طيب كده أنا الامتحان بتاعي خلص يا سيف. خلاص الوحدة الجاية إن شاء الله هتكون الوحدة الثانية. معايا؟ يس. تمام، هنكمل إن شاء الله الحلقة الجاية، الحلقة دي قصيرة شوية.
علشان عندي مشوار مهم، الانتخابات وكده، والناس عايزيني معاهم، فانا هقفل معاك وان شاء الله نكمل الحلقة الجاية. عايز اي حاجة؟ يلا نو حبيبي، مع السلامة حبيبي، سلامة الله، باي بعد إذن باي. حضرتك، بعد إذنك حضرتك سامعني كده؟ اه اتفضلي. كده الهوم ورك بتاعه اللي هيبقى في صفحة 57 اللي هو 6 و7، هو يا ريت يحل لي الامتحان، عايز اشوف خطه، يا ريت يحل لي الامتحان تمام رايتنج. تمام تمام معايا؟ اوكي ماشي فهمت. خلاص ماشي، اخليه حلو يبعته لحضرتك. حاضر. نعم اخليه حلو يبعته لحضرتك. حاضر خلاص ماشي، على الجروب بتاع الهوم ورك. اوكي يا فندم، معلش انا بس لازم بس حضرتك ان شمس متلخبط شويه عشان احنا لسه مع حضرتك جداد، فلسه مع ليسن 1 لسه بنخلص فيه. لا مفيش مشاكل، مفيش مشاكل، انا كان نفسي باقي الناس تكون موجوده برضو علشان نوزع الاسئله، بيبقى الجو جميل لما يكون في اكتر من طالب، لكن تتعوض ان شاء الله المره الجايه. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله الحصه الجايه يوم الاحد هتبقى لايف. اللايف بيكون في الامتحان بس، علشان انا بس بفضل ان انا اسجل الشرح علشان الطلبه تفهم، لان احنا جربنا على جروب ثالثه الشرح لايف، والناس بتدخل بالاصوات، واللي داخل بمايك تعبان بيبقى عامل زنه، الناس مش بتبقى سامعاني، فبتبقى الحصه من غير فايده خالص. فاحنا بنخلي تمام الشرح مسجل، وفي اخر الوحده بنخلي الامتحان لايف علشان اشوف المستوى. اوكي ماشي. تمام طيب الهوم ورك بتاع الليسون كله اللي هو اليونت كله نحله نبعته لحضرتك ولا ده بس؟ لا ده بس علشان بس انا عندي ناس كتيره، كل شويه انا في واحده صورت لي كتاب المعاصر كله وبعتته لي، مفكره يعني ان انا قاعد متفرغ يعني، فهو الحصه بحصه عشان اقدر الم كل الناس. معلش خلاص تمام، يعني خليه يعمل المورك ده بس، بس ده اما الباقي يعمله وراجعه معايا انا. مفيش مشكله، لو في اي سؤال في شك كلميني عليه، مفيش مشكله. خلاص تمام يا فندم، ماشي، سلامة الله، ماشي شكرا، عفوا، مع السلامه.